من بيروت تنضم إلينا الزميلة ماري سلم المحللة المالية في اقتصاد الشرق لنتحدث عن أداء سوق دبي المالي وهذا الأداء الجيد والأفضل بين العديد من الأسواق الخليجية على مدار سنوات متتالية. ما هي أبرز العوامل ماري التي كانت داعمة لسوق دبي المالي والتي من الممكن أن تكون مستمرة وتدعم هذه الارتفاعات بشكل مستدام في الفترة المقبلة، أم هي كانت فقط عوامل آنية و قد يتلاشى تأثيرها مع مرور الوقت؟ صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير. فعلا يعني من الملفت انه نحن نسلط الضوء على سوق دبي المالي، خاصه انه بالفتره الاخيره قبل نحكي خمس سنوات كنا عم نلاحظ انه في عندنا نوع من تباطؤ او حتى تخاذل بالنسبه لسوق دبي المالي بالمقارنه مع الاداء تبع الاسواق الخليجيه الاخرى. هلا اذا بدنا نطلع نحن من خمس سنوات لليوم، كان في عندنا على اساس شهري ارتفاعات متتاليه من بعد عام الجائحه، يعني خلينا نرجع ل 2020 تحديدا شهر مارس، كان سوق دبي المالي عم بيسجل أكبر نسبة تراجع تخطت 30% بظرف شهر واحد، من بعدها شفنا ارتفاعات تقريبا بحدود 15% بالشهر اللي بعده، ومن بعدها فينا نقول أنه بلشت شوي الانتعاشات ضمن سوق دبي المالي، وهذا كان قبل ما نبلش نحن بموضوع الإدراجات الأولية. يعني عم تسألينا على المحفزات وشو الأشياء اللي كانت عم تدعم نفسية المستثمر بالفترة الأخيرة، موضوع الإدراجات الأولية ساهم بشكل كتير كبير، ولكن موضوع الإدراجات الأولية بلش بنهاية 2020 ببدايات 2021 وبلشنا نشوف من بعد الزخم يلي كان عم بيصير على أحجام التداول ضمن سوق دبي المالي. سوق دبي المالي يعني سجل تقريبا بحدود 9.4 مليار دولار عوائد من وراء الطروحات الأولية بظرف 3 سنين اللي قطعوا. أكبر نسبة كانت أكيد بالنسبة لديوا يلي هو كان عم يسجل، يلي كان هو استقطب 6 مليار دولار من الطرح الأولي، ولكن إذا نطلع على ارتفاعات المؤشر يلي هي فقط مش معنية بالطروحات الأولية ولكن بأداء الأسهم اللي هي مدرجة ضمن السوق، في عنا ارتفاعات تخطت 65% على المؤشر العام من بداية 2019. يعني عم نحكي نحن رغم التراجعات تبع عام الجائحة ورجعنا شفنا من بعد الارتفاعات، نحن حاليا عند 65% ارتفاعات، وهذا الشيء عم بيكون مدعوم مش بس من الطروحات الأولية ولكن من القطاعات الأساسية ضمن السوق. أبرز القطاعات اللي هي عم تسجل ارتفاعات خاصة خلال هذا العام هو القطاع العقاري. إذا بدنا ناخذ القطاع العقاري منذ بداية العام ارتفاعاته تخطت 6% وهو كان الدعم الأساسي للارتفاعات اللي عم نشوفها على مؤشر سوق دبي المالي. أبرز الأسهم اللي هي مدرجة ضمن القطاع العقاري أكيد مثل العادة أعمار للتطوير، الاتحاد العقارية ديار وتيكوم. إذا بناخد الارتفاعات تبع هذه الأسهم من بداية العام، يو بي بي عم بيسجل ارتفاعات تخطت 45%، أعمار وأعمار للتطوير في نسب متفاوتة، دائما أعمار للتطوير يمكن بيحظى باستقطاب أكثر من قبل المستثمرين بحكم النسبة تبعه وقديش هو بشكل من أرباح أعمار حتى العقارية، ارتفاعاته بحدود 18%، وديار يلي عم توزع لأول مرة تاريخيا توزيعات ربحية أو ديفيدنز على المستثمرين ارتفاعاتها 19%. تيكوم شوي حتى بخانة أخرى لأنه هي لا تعنى بالتطوير العقاري وإنما بإدارة العقارات، ارتفاعاتها كانت ب1% وهي من الأسهم اللي تم طرحها حديثا ضمن السوق إذا بدنا نحكي بالقطاع العقاري. أرباح أسهم القطاع العقاري كانت عم تشهد نمو كتير كبير بالفترة الأخيرة، خاصة بال2023 كنا عم نشهد مستويات قياسية. للربع الرابع من 2023 كان القطاع العقاري عم بيسجل نمو بالأرباح بحدود 233% على أساس سنوي، يعني مقارنة بالربع الرابع من 2022. هيدي النسب يلي نحن عم نشوفها فينا نقول مرات عنا انه هي استثنائية، ولكن اذا بنطلع نحن على البيانات تبع هيئة الأراضي والبروبرتيز بدبي حنلاقي انه بال 2024 الترانزاكشنز او عمليات البيع يلي صارت بقيامها حتى كانت على نمو كتير كبير بظرف 3 اشهر اذا بدنا نقارنها بالعام 23 ككل. يعني بال 2024 لحديت هلا عندنا ارتفاعات تفوق ال 25% من النسبة تبع ال 2023 كاملة، يلي هي كمان بدورة كانت عم تسجل تقريبا 91% نمو عن ال 2022.
نحن قيم هذه العمليات عم بتكون بطريق صعودي، يعني عم نشوف حتى نمو بأسعار العقارات. نحن حاليا عن 18% زيادة عن ما كانت عليه بال 2023. فإذا عم تسألين إذا هذا الموضوع مستدام ولا هو فقط ثورة زمنية، هنا يعني الأساس إلى أي مدى ذلك مستداما؟ هلا الطلب على العقارات بدبي تحديدا عم بيكون بشكل كثير كبير، وعم نشهد نمو كثير كبير عليه، والمشاريع حتى المستقبليه والنظرات المستقبليه للفيجن 2025 و2030 بالسعوديه، وخاصه انه في شركات تطوير عقاري بالامارات مساهمه بهذا الموضوع، ما بتعطينا انديكيشن او حتى توقعات انه هذا الموضوع حيكون لفترات قصيره. الموضوع مستدام، خاصه انه هلا بطل في عنا العقارات التقليدية اللي بنعرفها، شقة سكنية أو غيرها، صرنا حتى عم نلجأ لللوكجري بروبرتيز يلي كتير لقيت نمو كبير بال 2023. فمستوى النمو منه زمني فقط نور، الطلب عم بيزيد، الأسعار رغم إنها هي على زيادة، ولكن بسبب زيادة الطلب والأسعار عم تقدر هذه الشركات إنها تحافظ على الربحية تبعها. هلا المستدام هو نسب الربحية، مش النسب الفورة أو النمو بالقطاع العقاري، لأن حتضلها مستمرة لفترة على القليلة مش قصيرة المدى. فحنضل نحن عم نترقب هذا الموضوع، وناطرين بيانات الـ 2024 للربع الأول لحتى نقدر حتى نقيم أكثر وأكثر قديش حتكون النمو بالأرباح مستمرة بنفس الوتيرة. يعني بالفعل ما بعرف إذا عماد كمان بالسعودية نفس الشيء، بس في الإمارات وفي دبي تحديدا أي حدا يعني يقود السيارة في أي منطقة من مناطق دبي يرى هذه الفورة العقارية وهذه المشاريع الكثيرة، وكما قلت يعني هذه المشاريع الفارهة أو هذه المشاريع اللوكجري هاوسينج يبدو أنها تتزايد وبوتيرة سريعة. ما بعرف كيف الوضع في الرياض عماد. نعم نور، الوضع ربما هناك تشابه كبير بين ما يحدث في الرياض ودبي، لكن مع خصوصية لكل مكان. لكن هنا أود أن أسأل ماري، يعني تحدثت بتفصيل عن القطاع العقاري في دبي، أثر الانخفاض المتوقع لأسعار الفائدة وفق النسب المتعارف عليها حاليا، كيف من الممكن أن تؤثر على المعروض من جهة على الشركات وربحية الشركات، وأيضا من جانب الطلب كيف ممكن أن تؤثر؟ عماد، في شغلة كتير أساسية، هذا الموضوع حيأثر على المستهلك أكثر مما هو على شركات التطوير العقاري، لأن أصلاً إذا نزلت الفائدة التطوير العقاري، إذا كانت هي عم تستدين من البنوك أكيد حتخف الفائدة عليها، فهي شغلة إيجابية طبيعة الحال. ولكن مع تخفيض الفائدة حنشوف يمكن زيادة بالمورجز اللي بتنعطى للبيوت، حتى الإقبال من قبل المستهلك حتكون بشكل بوتيرة أسرع، يعني حيكون بوتيرة أريح إذا بدنا نقول، مش بوتيرة أسرع. بس خلينا ما ننتبه لأمور، لأنه في كثير من المستهلكين استملكوا off plan properties أو حتى مشاريع قبل التشييد، وهذا موضوع يعني بدنا نفوت شوي فيه أكثر إن دفتا نقدر نقيم قديش ممكن أن هي تكون تأثيراتها. بس نحن نعرف أنه تخفيض أسعار الفائدة بيزيد من الإقبال تبع المقترضين من قبل البنوك، فبالتالي كمان بيزيد من هوامش الربح تبع البنوك، وحتى الشركات العقارية إذا تخفضت هذه المدينيات اللي عليها أو الكوست اوف فاندنج اللي موجودة عندها أكيد حيأثر بشكل إيجابي. ولكن هلأ نحن عنا الربع الأول بعدنا مستمرين بنفس أسعار الفائدة، فما رح كتير يبين عنا فرق. خلينا ننتظر تنبلش نشوف كيف حيكون تفاعل هذه الشركات مع المشاريع المستقبلية أو حتى التعديلات المستقبلية لأسعار الفائدة، وكيف حيكون في إلها تأثير عليها. وأكيد عماد يعني لا تعتمد فقط بالأسواق العقارية بالإمارات، ولكن هي تعتمد على جميع القطاعات، يعني هذا حيكون في إله تأثير على القطاعات كافة، مش بس القطاع العقاري، كان بالإمارات وغيرها من دول الخليج. فهذا موضوع حنستبقه إذا بدنا نحكي عنه هلأ، ولكن فينا نبلش من بعد النتائج نطلع عليهم بشكل أكثر تنشوف كيف أصلا أداء 2024 بالنسبة لهذه القطاعات. يعني هذا موضوع مثل ما ذكر عماد وذكرتي ماري في الكثير من النقاشات، ومن الممكن أن تكون يعني الفقرات في الفترة القادمة بعد انتهاء موسم النتائج أن نركز عليها. شكرا لك ماري سالم المحللة المالية لاقتصاد شرق على إثراء هذا الحديث.